من منكم يذكر قصة المذيع الشهير الذي اتهم بقتل زوجته بطلق ناري؟ أعتقد ربما القليل، خاصة بعد مرور 10 سنوات على الحادثة. وقد هزت الحادثة الأوساط الإعلامية كافة. وليكم القصة من البداية. كان يعمل مذيعا بالقناة الثالثة، ويقول: بدأت القصة بعد ظهوري على القناة الثالثة بنحو 7 أو 8 شهور. كنت متحمسا وفي مقتبل شبابي وأتطلع لمستقبل مزدهر، إلى أن وصلت لمستوى أهلني لتقديم 4 أو 5 برامج على شاشة القناة الثالثة في اليوم الواحد، المكان الذي تعلمت فيه أصول المهنة. ويستكمل قصته ويقول: لم أكن أعرف ما ينتظرني ولم أبالي بالشهرة حتى تعرفت على زميلة عمل دامسة الخلق ومن عائلة محترمة، وتطور ذلك الارتباط إلى خطوبة بالفعل. كان اسمها دعاء، كنت أحبها جدا ولم أكن أتوقع أن يحدث بيننا أي شيء غير طبيعي، حيث أنني كنت أتطلع لحياة طبيعية تماما مثل جميع الناس في بداية حياته، حتى جاء اليوم الذي أخبرني فيه واحد من زملائي عن سيدة تدعى ماجدة اتصلت بي. حين استفسرت من صديقي أشار بأنه لا يعرفها، وهنا تبدلت حياتي كليا. ويضيف: كنت في يوم بعمل في القناة وكنت سأقدم نشرة الساعة الخامسة، وسأنتظر في مكتبي لأن نشرة الساعة السابعة كانت لي أيضا. وفي تلك الأثناء فوجئت بذات الصديق يخبرني بمن تتصل بي على التليفون، وهي الأستاذة ماجدة. في ذلك اليوم هي ماجدة تركت للزميل رقم هاتفها وقال لي: الآنسة ماجدة يبدو أنها تعرفك أو معجبة. أنا الذي بقيت طوال حياتي على الهامش لم أكن أتوقع أن تلاحقني معجبة، خاصة أنني لست أحد البارزين في مجال الإعلام، ولست واحدا من الذين يملكون شيئا ليقدمه لمعجباتهم آنذاك. هنا حدث كل شيء. اتصلت بها فعلا لأستفسر عن سبب اتصالها، ودارت مكالمة لمدة ربع ساعة حتى أخذنا الحديث، وكان كلامها بأكمله إطراء واستحسان بوسامتي وبشكلي وبمظهري وبصوتي الإذاعي. تركتها تعدد مآسري، وقد كانت لطيفة فعلا دون خجل أو معربة. لا أستطيع نسيان تلك المكالمة، خاصة أنها أرجعت لي الثقة المفقودة بنفسي، وألزمت نفسي آنذاك أنني لن أحادثها مجددا عشان أنا خاطب. لكن من بعدها لاحقتني اتصالات: يعني أنت نسيتني؟ نسيت صوتي؟ أسئلة من هذا القبيل، وأنا أتهرب بأدب. وذات يوم حدث بيني وبين أحد المخرجين مشكلة، وساءت حالتي على إسرها، وهممت بعد رجوعي بالاتصال بدعاء خطيبتي والتي كانت نائمة آنذاك. فجأة تذكرت ماجدة وما فعله بي مديحها. اتصلت بها مجددا وأنا كل لهفة لسماع كلمة مديح، وأعترف أنني أخطأت ذلك اليوم خطأ عمري. ماجدة استغلت الفرصة، رأتني صيدا سهلا، لحقتني وقالت لي: أنا مش هسيبك، أنا ههدم علاقتك بخطيبتك إن لم تتركها لأجلي. بالفعل حصلت ماجدة على رقم تليفون حماتي، اتصلت بها كفاعلة خير تخبرها أن خطيب بنتها على علاقة بأخرى. جنون بالطبع. هددتني كمان إن لم أجاريها فسوف تقحم نفسها في حياتي عنوة حتى ينهدم العش السعيد. وخطأي الأكبر حين قمت بملء فراغي بصوتها مجددا، حتى بدأت تقتحم حياتي فعلا وتملأها وتنفس فيها من سمومها. على فكرة ماجدة كانت كاذبة، سألتها عن مستواها الاجتماعي وطالبتها بوصف شكلها، وحين قابلتها لم أجد أيا مما حكت عنه. أنا أعتقد أنكم مش مصدقين. نعم، قابلتها وقابلت أهلها، وكانوا ذوي سمت بسيط. والدها يعمل علافا ولم يكن رجلا ثريا كما أخبرتني، وهي كانت على عكس ما أخبرتني، كانت ممتلئة وتضع الكثير من الأصباغ على وجهها. ومن بعدها لاحقني جنونها، بدأت تطلبني بعصبية وتعاود اتصالاتها بشكل هستيري وتهددني بفتحي مع اقتراب زفافي، وكانت قد أصابتها حمى الاتصالات. وذات يوم اتصلت بي وقالت لي: أنا في مبنى الإذاعة، انزل.
قلت لها مستحيل، عندي نشرة بعد ربع ساعة. فردت لو ما نزلتش هفضل مستنياك. وحين رضخت يومها ونزلت كنت كأني كتبت شهادة وفاتها ووفاتي. أصبحت كالدمية في يدها. فجأة نالني من جبروتها نصيب. أغلقت الهاتف في وجهها مرات، ولكنها اتصلت بي أكثر من تلك المرات. هنا جاء دور دعاء خطيبتي التي لم أحكي لها القصة كاملة، فقد ذكرت أنها معجبة بدأت تطاردني، ولم أحكي لها عن المكالمات. فشجعتني دعاء على تجاهلها وقالت لي الناس عارفة أنت مين، فاطمأننت ولو زيفا. طاردتني ماجدة في كل مكان. المهم اتجوزت دعاء، وعد شهر العسل بعد زواجي بدعاء بدون أن تتصل بي ماجدة. قلت يمكن نسيت، لكنها عادت تاني للاتصال بي بعد ذلك. وما يلي شهر العسل هو الجحيم بحق. بدأت في مطاردتي وفضحي حتى أصبحت شخصا عصبيا وصعب المراس، حتى انفصلت عن دعاء الطيبة بلا أدنى مبرر، واتجوزت من بعدها فاطمة. هنا جن جنون ماجدة. لم أكن على طبيعتي أيضا، هددتها كما هددتني، لكنها هددتني بإيذاء فاطمة كي أتزوجها هي، ولم تتراجع. بدأت بتكسير سيارتي بعد تجميع أهلها، وعلى الفور طلقت فاطمة واتجوزت من ماجدة سرا تحت مسمى شراكة تجارية لبيع منتجات البن قطاعي وبالجملة. كان المذيع يقيم مع أسرته التي لا تعلم عن زيجته بماجدة سرا، وفي يوم الحادث كانت أمه وشقيقاته بمدينة الإسكندرية، وعندما أراد دخول شقة والدته انكسر منه المفتاح في الباب، مما اضطروا للذهاب لماجدة بفيلتها بمنطقة الهرم. وعندما دلف إلى الداخل وجد شقيقة ماجدة وبنتها عندها. وكنت قد عزمت أمري على عدم إجراء أي نقاش معها. وفي تلك الأثناء انفجرت ماجدة سائلة: أنت كنت فين؟ قلت لها كنت في الشغل. قالت لي أنت كذاب، كنت عند امرأة تانية. لكنني لم أرد وقلت لها لدي عمل في الصباح. لكنها لاحقتني حتى الحجرة، وفي غمرة النقاش وجدت نفسي أمسك بالمسدس وأنا أحضر شنطتي. انهمرت سخريتها وقالت: أنا اللي نظفتك، جبت لك كرافتات ولبس. قلت لها كفاية. راحت صفعتني وتطايرت نظارتي وسقطت على الأرض مكسورة. واشتد النقاش بيننا، وتدخلت شقيقتها، فقمت بالاتصال بالشرطة لإنقاذي من أهل زوجتي الذين يحتجزونني في البيت. ثم دخلت إلى غرفة نومي لجمع ملابسي والرحيل، فلحقت ماجدة بيا وأخذت تستفزني، فأمسكت بالمسدس المرخص الذي ورثته عن والدي لواء الشرطة عشان أضعه في حقيبة ملابسي، فأمسكته من ملابسه وقالت له إنها هي اللي قامت بشراء تلك الملابس له، ثم صفعته على وجهه فتطايرت نظارته وسقطت على الأرض مكسورة، وأمسكت بالمسدس. وعندما حاول المذيع شده من يدها انطلقت رصاصة منه استقرت برأسها، ماتت على الفور. فجلس بجوارها واتصل بالشرطة مرة أخرى ليخبرهم أنهم عندما تأخروا في إنقاذه قام بقتل زوجته وضاع مستقبله للأسف. ثم اتصل بزملائه في التلفزيون يطلب منهم إيجاد مذيع بديلا عنه في نشرة الساعة 2 ظهرا لأنه قتل زوجته. أما شقيقة ماجدة اللي كانت حاضرة الموضوع فقد كان لها رواية أخرى مختلفة تماما عما قاله المذيع، قائلة أن المذيع قد تزوج شقيقتها بمحض إرادته الكاملة في شهر مارس عام 2004، وأن كل ما ذكره ليس حقيقيا، وأنه هو الذي كان مستفيدا من علاقتها به، حيث أنها كانت تشتري له كل شيء من عملها في التجارة والسياحة والعطور. وأبلغ دليل على ذلك الصور التي نشرت في احتفال عيد ميلاده قبل جريمة القتل ب4 أيام فقط، وكيف أنها قد اشترت له دراجة بخارية غالية الثمن. وفي الصور ستجدونه يحتضنها ويقبلها بمنتهى الحب. ده كان يوم عيد ميلاده، الصور ديت قبل الحادثة الجريمة ديت ب4 أيام. وأدي هنا الموتوسيكل
وعليه البالونات وهو بيحضنها. كان قبل الموضوع ده بـ4 أيام، تخيلوا. وأضافت شقيقة القتيل أنه ورغم كل شيء فعلته شقيقتها من أجله، كانت متأكدة أنه يعرف امرأة أخرى غيرها، وأنها كانت تحبه بقوة وتغير عليه بجنون. وتابعت أن في يوم الجريمة اتصلت بها شقيقتها لتأتي لتبيت عندها لأنها على خلاف مع زوجها، وأنه قد ترك لها المنزل، وأنه أثناء جلوسهما معا وعندما اقتربت الساعة من الثانية صباحا حضر المذيع، وكانت شقيقتها مصرة على الطلاق وترك البيت له لأنها لم تعد قادرة على تحمله. فشعر المذيع أن كرامته قد تمت إهانتها، لأنه كيف هو النجم الإعلامي الكبير يأتي عليه وقت ويكون مجرد مرحلة ومرت. وأنهما تشاجرا، فتدخلت شقيقتها وهدأت الأمور قليلا، فطلب منها المذيع أن تعد له قوا من اليانسون. وعندما ذهبت لتحضيره سمعت صوت طلقة رصاص خارجة من غرفة النوم، فجريت عليهم ووجدت شقيقتها جثة هامدة. شاركونا بقى بآرائكم، انتوا شايفين مين الصادق؟ هل ترون المذيع الشاب ضحية ولا مجرم؟ لو أعجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين، شكرا لكم.